طبعا قبل ما تكون مجموعه كمجموعه، مجموعه عيدول كشفي، بلشنا احنا بفرقه اللي هو مسمى عشيره جواله كشافه عيدول الكشفيه. طبعا هاي كانت اللي هي متخصصه من سن الشباب 18 فما فوق. بعديها طبعا في بدايه 2016 اسسنا المجموعه كمجموعه، انه زدنا عدد الفرق، بدل ما تكون عندنا فرقه واحده صار عندنا العديد من الفرق، فرقه الاشبال، فرقه الكشاف، فرقه الكشاف المتقدم، وبعديها اللي هو فرقه الجوال، فرقه الجوال. مجموعة عيدول الكشفي في مخيم الفوار هي إحدى المجموعات العاملة والفاعلة في مفوضية خليل الرحمن. ومفوضية خليل الرحمن هي الجهة المسؤولة عن العمل الكشفي في المحافظة، وهي الجهة التي تنظم العلاقة ما بين المجموعات الكشفية ومجموعة كشافة الفلسطينية. مجموعة عائدون الكشفية هي من المجموعات المميزة والناشطة في محافظة الخليل، تتميز بدورها البارز في مخيم الفوار وفي المنطقة المحيطة بها على كافة الصعد الاحتفالية وفي تنظيم الفعاليات والمشاركة في المخيمات والمشاركة في الدراسات التي تنظم داخل الوطن وخارجه. بالبداية كان مفهوم الكشافة بين المجتمع في المخيم أنه هي فرقة موسيقية تقوم في بعض الأنشطة المحدودة. قمنا بتطوير هذه الثقافة، ومن خلال إنشاء مجموعة عائدون الكشفية صرنا نعمل دورات مثل قوانين الكشافة والصيحات الكشفية، صرنا نعمل مخيمات كشفية. من الجانب الاجتماعي قمنا بأنشطة عديدة مثل تنظيف المساجد، تنظيف المقابر، زيارة بيوت المسنين، القيام بفعاليات مثل تخريج النجاح التوجيهي. فصرنا ندخل بالمجتمع شوي شوي من خلال هذه الأنشطة. كمجتمع تقبل الفكرة بشكل جيد وصار يدعم لأفكارنا وأنشطتنا اللي احنا بنعملها للأشبال وللمشاركين في المجموعة. فرقة عائدون هي فرقة حصرية فقط للشباب، ولكن إيماناً منا بدور المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفي جمعية الكشاف الفلسطينية بشكل خاص، ساهمت عائدون بتأسيس اللي هي مجموعة إرشادية، مجموعة مرشدات خاصة بالعنصر النسوي في المجتمع الفلسطيني، أسميناها مجموعة العروبة. طبعاً كانت هي كسابقة كأول مجموعة إرشادية في محافظة الخليل، وكذلك في مخيم الفوار ضمن نطاق مخيم الفوار، مما ساهم انه نستوعب جميع الفئات الشابه، كان ذكور ولا اناث، في جمعيه الحركه الكشفيه بشكل عام، وفي مجموعه عائدون ومجموعه العروبه في مخيم الفوار بشكل خاص. طبعا في البدايه واجهنا صعوبه شويه في الاقبال للكشافه، خاصه احنا موجودين في مخيم شويه مش متقبل فكرة الكشافة بشكل عام، فيش عنده خبرة في الخوض في الكشافة. بعدها انه احنا قمنا بعملية التسجيل للمراحل، بلشنا في الأشبال عن طريق المدارس، واجهنا صعوبة ولكن توفقنا فيما بعد الحمد لله. كان في تسجيل يعني بشكل كبير، يعني وصل عندنا في البدايات العدد ل 100 عنصر مختلف الفئات العمرية المختلفة. الدور المجتمعي زي ما حكينا سابقا انه كأطفال وكمشاركين في المجموعة صار عندهم قوة شخصية في انهم ينزلوا بين المجتمع،
الأنشطة في البداية كانت تواجه صعوبات، إنه كطفل ما يعني واجه صعوبة إنه ينزل ينظف مسجد أو ينظف مقبرة أو يقوم بنشاط. بعدها شوي شوي من خلال الدورات صار إشي أساسي وجزء مهم إنه ينزل لهذه الأنشطة، وصار عنده حب التطوع والمبادرة في القيام في هذه الأنشطة. مجموعة عائدون الكشفية لها مشاركات عديدة على المستوى العربي، حيث شاركت بالجوال أحمد الشوابكة في المخيم العربي الذي يقيم في الجزائر، كما شارك قائدها القائد أحمد الطيطي في دراسة حول دور الدفاع المدني في خدمة المجتمع ودور الكشافة في هذا المجال في دراسة أقيمت في دولة تونس. دور المرأة في الحركة الكشفية إجمالاً لا يختلف عن دور الرجل، إيمانا منا بالمساواة، فهي تتقلد مناصب قيادية كما الرجل كذلك في المجموعات الكشفية، لذلك تجد منها رئيس المفوضية وتجد منها قائدة الفرقة وقائدة المجموعة، وكذلك على اختلاف المسميات الأخرى التي تستوعبها جمعية الكشاف الفلسطينية من تنمية برامج ومراحل وإلى ما ذلك من مناصب ومراكز ودوائر في جمعية الكشاف الفلسطينية. الكشاف أول حشي بعتبرها أسرتي الثانية، لأنه الأشياء مثل كان ربين عليه أبوي بلقاهم برضو هان. كشاف كثير تطورت، كثير تطورت فيها، جعلتني واثق من نفسي، جعلتني يعني أشياء كثير صراحة، أشياء كثير كمان لأني فدت أصحابي منها في الكشافة، إنه بفيد أصحابي مثلا بتعلم منهم وبفيد أصحابي، بفيد أعضاء المعاي الأصغر مني. طبعا هي مش كفرقة، احنا حكينا كمجموعة، مجموعة بتحتوي على العديد من الفرق اللي هي مجموعة عائدون الكشفية، وسبب التسمية إنه كوننا عايشين في مخيم الفوار، هذا المخيم يحمل أسماء عائلات هجرت عام 48، فأطلقنا اسم عائدون اطلاعا على حلم العودة إن شاء الله إلى الديار اللي هجرنا منها عام 48. مبادئ الجمعية الكشاف الفلسطينية بشكل عام والحركة الكشفية العالمية بشكل أوسع، إنه هي تعمل على تنشئة قيادات قادرة على قيادة المجتمع المحلي سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً دون تفرقة أو تمييز، كذلك إنها تعمل على اللي هي صقل شخصية هذا الشاب أو هذه الفتاة من أجل أن يكون عنصر فاعل منتج في مجتمعه، يعمل على نهضة المجتمع واستيعاب اللي هي طاقات الشباب على اختلافهم كما ذكرنا اللي هي ذكوراً أو إناثاً، من أجل توظيفها في خدمة المجتمع ورفعته. كانت في مواهب كثير الكشافة أطلعت لي إياها، يعني هي نمتها، فكانت أنه كمان لتفريغ الطاقة، مثلا كان أنا طفل كنت عايش في المخيم بحاجة لأني أفرغ طاقتي، فكانت هي الكشافة الشيء الأساسي اللي تفرغ لي طاقتي. أول شيء سافرت على الجزائر كانت هاي كلها من
الكشافة من خلال نشاطاتي ومساعداتي في الكشافة، فتم انه اختياري واعتمادي لأطلع امثل مثلا مخيم الفوار مدينة الخليل في مخيم كشفي في الجزائر، هو 32، وبحمد الله تمت المشاركة بنجاح وحصلت على وسام الكشاف العربي وعلى كثير من الأوسمة. هي مجموعة ناشطة على كل السبل، فهي مثلا تشارك في المخيمات وفي الدورات وفي الدراسات، ثانيا أقامت مجموعة عائدون هذا العام والعام الذي مضى مخيمين تدريبيين كشفيين في المخيم، شارك فيها كافة أعضاء المجموعة، وشاركت فيها أيضا مفوضية كشافة الخليل كتدريب وكدعم للقيادة، قيادة المجموعة. طبعا الصعوبات الماديه في البدايه كانت، لانه نظرا احنا موجودين يعني في مخيم وكنا نعاني من توفير اللبس والمعدات، خاصه المعدات الموسيقيه للمجموعه كالدرمزات والادوات الموسيقيه واللباس والبدلات الكشفيه. في البدايه يعني كنا مبلشين في شغلات بسيطه، مناديل كشفيه، وبعديها تطورت الامور وتغلبنا على هذه الصعوبات. ومن ضمن الصعوبات كمان انه احنا موجودين في منطقه قريبه لنقطه التماس مع الجيش الاحتلال على مدخل مخيم الفوار، وهي كانت تواجه صعوبه في تواجد اللي هو العناصر والافراد اثناء التدريبات. عندي صعوبات، في صعوبات اللي هي الصعوبات الماديه بتكون من الدعم للمجموعه، والصعوبات اللي بتكون عندنا في الكشاف انه منطقه التدريب والتخييم، اللي هي احنا منطقه هان قريب على نقطه الاحتلال، فكثير ما بتصير نقطه تماسها بتصير مواجهات واحنا بنكون نتدرب، فهذه اكثر الصعوبات. وفي مرضو كمان الصعوبات اللي هي المشاركه، لما نشارك في الدول الخارجيه كانت صعوبات لما نيجي نطلع على برا نسافر، هذه كمان كانت صعوبات تواجهنا كثير. ثاني حاجه الدعم المادي اللي بيجي للمجموعه، انه يعني عندنا اشياء كثيره مثلا المواهب واشياء، بس ما بنقدر ننميها انه ما في دعم، هاي برضو على كاسمي انا عضو في الكشاف واعضاء كمان، هاي بتاثر علينا. مجموعة عائدون تشارك أيضا في الفعاليات الاجتماعية والوطنية والدينية التي ومنها مثلا تكريم الناجحين على مستوى المخيم في التوجيه، وأيضا شاركت في فعاليات تكريمية للناجحين في المناطق المحيطة بمخيم الفوار كيطة، السموع، الظهرية، دورة وغيرها من البلدات المحيطة بالمخيم. كذلك هنالك فعاليات عديدة قامت بها مجموعة عائدون، ومنها حملات النظافة الطوعية في مساجد المخيم وفي المقبرة وفي مركز الشباب وفي كافة مؤسسات مخيم الفوار. وأنا باسمي كنائب رئيس مفوضية كشافة الخليل أشكر مجموعة عائدون وأشكر قادتها وبالذات القائد أحمد الطيطي على كل ما يقدموه من خدمة لمجتمعهم من خلال مجموعة عائدون الكشفية.
طبعاً إحنا بنطلع إنه يكون في عندنا شباب طموح قادر على اللي هو التعامل مع ذاته وخدمة مجتمعه، خاصة عندنا أنشطة بتتعلق بخدمة وتنمية المجتمع في المخيم، في أعمال التنظيف، أعمال التطوع، قادر على إنه يكون يعني جندي ثاني في المجتمع، جاهز لأي شيء. بالنسبة لي أنا صراحة يعني بشجع ناس كثير إنه مثلاً ينضموا لمجموعة الكشافة، لأن الكشافة كمعتقد عند الناس بتكونها كموسيقى وعزف، لا الكشافة ما هي موسيقى وعزف، كشافة تنمية للروح الرياضية وللروح والمواهب المخبية جواتك، كشافة لتعزيز الثقة، كشافة مش بس طبل وزمر، كشافة لأشياء كثير صراحة.